امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة خطة التسويق للوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة، ده غير طبعا متابعته للموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة خطة التسويق لمخزون الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية اللي تم تنفيذها في عدد من المدن الجديدة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأن تكون هناك خطة من شأنها تحقيق أعلى استفادة من هذه الأصول الممتدة في عدد من المدن الجديدة. وفي ختام الاجتماع كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد خطة تسويقية وتصور للمسطحات الإدارية والتجارية خاصة في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة، مشدداً على أنه سيتابع بنفسه ما تم الاتفاق عليه بخصوص بدء تنفيذ الحملات التسويقية. أيضاً امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهود الخاصة بتطهير مصرف المحيط بمحافظة المنيا، وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بمواصلة الجهود المبذولة لتطهير المصرف ومنع أي مخالفات بما يسهم في حمايته من أي تجاوزات والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين. كما كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إحدى محطات معالجة الصرف الصحي التي يتم العمل بها حالياً ورفع كفاءة مصرف منشأة الذهب، وأكد أنه هيتم عقد اجتماع مع المصانع الموجودة بالمنطقة لسرعة توفيق أوضاعها بما يسهم في منع أي مسببات لتلوث بالمصرف. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بأعمال تعويض المستحقين على الفور، وأيضاً ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بمواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة ومنع عودة المظاهر العشوائية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض أهم ملفات عمل الوزارة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التوافق على تصور نهائي لمعالجة التحديات الرئيسية الراهنة التي تواجه العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأن يتم تنفيذ نموذج مبدئي في كل محافظة قبل تنفيذ هذه الحلول. امبارح أيضاً عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة. وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع الاهتمام بملف السياحة والآثار والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وتمت الإشارة لنسب ومعدلات إنجاز الأعمال داخل المتحف سواء ما يتعلق بالبهو والدرج العظيم وقاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف الطفل وقاعة العرض بالدورين الأول والثاني، وأيضاً أنظمة الاتصالات الذكية والتأمين والأعمال الخاصة بمبنى مراكب الشمس إلى جانب العرض المتحفي لمختلف القطع الأثرية من خلال قاعات العرض الرئيسية.